أهلا بكم في مرايا. لهب النار الأصفر يتنامى يتراقص على حطب الأمن الفرنسي اليابس منذ حوالي 10 أيام أو أكثر، وما يزال هذا الرقص لهذا اللهب الأصفر، ويبدو أنه لا نهاية حاسمة وباتة لهذا الاضطراب الفرنسي السياسي. الغضب الشعبي الأصفر نسبة لمرتدي السترات الصفراء أو السديريات الصفراء، وهم النواة الصلبة لهذه الانتفاضة الشعبية، انضاف لهم المزيد، أو لهذا التيار من الغضب انضاف له المزيد من الوقود والجمهور عبر دخول النقابات المتعددة وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال من التيارات السياسية الشمال يعني اليسار. كل هذه الغضبات اللاهبات تكومت على رأس الرئيس الفرنسي الحالم، الشاب المفوه العجيب الجريء الطموح المنظر إيمانويل ماكرون. فحار الشاب واضطرب أمره وأوكل المواجهة في البداية لرئيس حكومته. الأمر غريب لأن الاحتجاج تجاوز أن يستوعب داخل البرلمان الفرنسي اللي أصلا في موالاة ومعارضة، أو حتى الصحافة الحرة السلطة الرابعة، أو حتى الجانب الدستوري والمحاكم الدستورية، بل صار غضبا جارفا لكل ما في ومن في طريقه. تعالى هتاف مثل ارحل يا ماكرون وارحل يا مجلس الشيوخ وهذا الشعار العجيب يسقط الدكتاتور، طبعا يقصدون بالدكتاتور ماكرون. وتفشت العدوى الصفراء في دول أوروبية أخرى، وهذا هو السيناريو المرعب للطبقة السياسية في أوروبا العتيدة. والعنوان الظاهر هو الغضب من زيادة الضرائب وغلاء المعيشة، لكن هذا العنوان لا يختصر كل أسباب الغضب الشعبي الأوروبي. وبالعودة إلى خطيبنا وشابنا ماكرون، كيف هوى بعد هذا الصعود السريع؟ هل الأمر كما قال الكاتب محمود عجاج في مقالة ضافية بصحيفة الشرق الأوسط؟ قال: مشكلة ماكرون أن طموحاته أكبر من قدراته، يريد أن يكون رجل أوروبا ومنافس ترامب والمؤثر في العالم، يريد كذلك، والكلام ما زال للكاتب، أن يغير دور الدولة الفرنسية. هذا ليس صعبا بل شبه مستحيل، لذا يتستر ماكرون على توجهاته بتوسل شعارات وإجراءات مثل زيادة ضريبة الوقود وتقديمها على أنها، هذا يمكن اللي استفز الناس أكثر، لحماية البيئة. هذه الزيادة كمثال ستدر عائدات على خزينة الدولة، لكنها بالمقابل سترهق الطبقة الفقيرة وأصحاب الدخول المتوسطة وليس الأغنياء، الذين يحاول ماكرون تخفيض الضرائب عليهم وعلى شركاتهم بحجة جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج وفرص العمل. هذا النهج الماكروني لم ينطلي على الفرنسيين كما يقول الكاتب، لأنهم استشعروا تداعيات هذه القرارات على حياتهم الطبيعية وكدهم ودخولهم. الأكيد وبعيدا عن شماتة، انتهى كلام الكاتب طبعا، بس أنا اللي أقول أن الأكيد وبعيدا عن شماتة بعض النشطاء العرب بحكومة وحاكم فرنسا الذين أدمنوا التنظير عن الديمقراطية للعالم العربي وقدموا الدعم المطلق لثوار الشوارع العرب، بعيدا عن هذه الشماتة اللي نشوفها في تويتر بماكرون واللي صاير له واللي صاير لحكومته، بس حقيقة نحن أمام حدث تاريخي فريد من نوعه. وهذه ثاني مرة خلال أيام نحكي مع بعض في مرايا عن الغضب الفرنسي الأصفر. من رئيس يجسد التغيير إلى رئيس الأغنياء بنظر فرنسيين كثر، إيمانويل ماكرون قائد التوجه الأوروبي بعد بداية أوفولي ميركل، المصرفي السابق في بنك روتشيلد أصبح وزيرا للاقتصاد في عهد فرانسوا أولاند، ثم أصغر رئيس في تاريخ فرنسا بعمر 39 عاما. ماكرون وصل على ظهر موجة شعبية غير مسبوقة وجسد السد المنيع في وجه اليمين المتطرف. في ظرف سنة أسس حزبا قضى على الأحزاب التقليدية، لكنه اليوم يواجه لعنة فرنسا الأبدية، الشارع الغاضب. استقبالاته في قصر فيرساي الملكي وعطلاته في قصور الملوك بوادي الوار إضافة لخططه الإصلاحية عززت صورة متصاعدة لرئيس منفصل عن الواقع، عن الأرياف، عن المزارعين وعن الفقراء، ورئيس يعجز عن ردم الهوة العميقة بين فرنسا وفرنسا.
مفارقات وحاجات مثيرة وكثيرة صارت في هالكم يوم في باريس وبقية المدن الفرنسية الصاخبة اللاهبة بالغضب الشعبي. منها أن اللاجئين العرب هم مالين فرنسا، غير المواطنين الفرنسيين من أصول عربية، لا اللي جو مع الكوارث العربية أهمها كارثة سوريا وأولهم أهل سوريا، وجدوا نفسهم في مشهد عجيب مثل هذا المثال مع المصور السوري اللاجئ بفرنسا. ذات العدسات التي سجلت هتافات الغاضبين في شوارع حمص وحلب بالأمس تسجل اليوم احتجاجات المتظاهرين في الشانزليزيه وقوس النصر. إنها عدسات المصورين السوريين في فرنسا. فما أسهل أن تقوم بعملك وسط دخان الغاز بعد أن كنت تعمل بين النيران والقصف. ولهذا وبشهادة الكثيرين فإن ما يقوم به الصحفيون السوريون المقيمون في فرنسا لتغطية احتجاجات أصحاب السترات الصفر عمل يستحق الإشادة. يقارن كثيرون بين ما أطلق عليه الربيع العربي وما يسميه البعض بالخريف الأوروبي الآن، معللين ذلك بمشاهد العنف والتحطيم وسحب الدخان التي تغطي الشوارع، لكنها مقارنة مجحفة. فكيف يمكن مقارنة قنابل الغاز بقذائف الدبابات وإصابة بخراطيم المياه كإصابة بالنيران؟ والأهم برأيهم المقارنة بين من يعود لبيته منهكا ومن لا يعود لبيته أبدا. يقولون أن فرنسا لها تاريخ مع الثورات الشعبية من أيام الثورة الفرنسية الشهيرة اللي تدرس فصل أساسي في التاريخ عام 1789 إلى ثورة الستينات. بس هالمرة هل هذه الثورة أو الانتفاضة هي زي المرات اللي راحوا؟ 1789 الثورة الفرنسية لحظة مؤسسة لفرنسا وللديمقراطية في العالم. الثوار ينهون الملكية. 1968 الثورة الطلابية الباريسية. الثوار الشباب يغيرون فرنسا وبطلها دوغول يستقيل بعد سنة. 2018 هل ما يحصل ثورة؟ فرنسا لم ترى هذه المشاهد منذ أكثر من نصف قرن، وفيما من السهل استشعار نفس ثوري عند شرائح من المتظاهرين. بعض المشاهد في باريس المشتعلة ذكرت بالثورة. خطار أبو دياب هو أكاديمي وباحث فرنسي من أصل لبناني، ويقول لنا رأي خاص عن هذه الهبة الفرنسية الشعبية في هذا الحديث لمرايا. بالطبع النظام السياسي الليبرالي لا يحل كل الأزمات بشكل تلقائي. منذ سقوط الشيوعية إثر نهاية الحرب الباردة أوائل تسعينات القرن الماضي، ومنذ الضربة الكبرى التي تلقتها الرأسمالية النيوليبرالية المنفلتة من كل قيد إثر الأزمة المالية العالمية في 2008، هناك عولمة شمولية ولكنها أخذت تتصدع. هناك أزمة للرأسمالية مع العولمة، وفي فرنسا بالذات هي هناك مشكلة هذا التأقلم، هناك مشكلة التوفيق ما بين دولة الرعاية الاجتماعية التي تعطي مساعدات وكأننا في آخر دولة اشتراكية، ودولة النمو الاقتصادي حيث الإمكانيات قليلة، وهناك مكافحة التغير المناخي. كل هذا أفرز أزمات، خلق حالة من الغضب نتيجة عدم وجود سياسة ضريبية عادلة من دون حد أدنى من العدالة الاجتماعية. أي نظرية ستكون على المحك. الأهم إذن هو التطبيق وليس النظرية، وأن يتأقلم النظام السياسي الليبرالي مع حاجات الناس. يمكن أحد يسأل يقول أنتوا إيش دخلكم في فرنسا؟ ليش مهتمين بفرنسا؟ شوفوا مشاكلكم. ليش نهتم بفرنسا وشعبها وهباتها وغضبها وأصفرها وأحمرها وأخضرها؟ لأنه فرنسا دولة كبيرة ومؤثرة في هذا العالم من زمان مش من الآن، وهي نفسها بعهد الشاب ماكرون تريد أن تصبح قائدة أوروبا كلها مش بس فرنسا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضعف ألمانيا السياسي وميركل خلاص حتودع المشهد السياسي. بس صار حالها الآن، وهي التي أرادت يعني فرنسا الماكرونية قيادة الليبرالية في العالم مش بس في أوروبا، وشفنا تضخم دورهم ببلادنا العربية من فرنسا لمصر للمغرب العربي، قضية صحراء وما الصحراء، إلى لبنان وسوريا طبعا. لكن اليوم مثل ما نشوف حالة فرنسا الماكرونية حالة فريدة.
روى البيهقي في كتاب شعب الإيمان أن أبا عثمان الزاهد الواعظ خرج وقعد على موضعه الذي كان يقعد فيه للتذكير، فسكت حتى طال سكوته، فناداه رجل: نرى أن تقول في سكوتك شيئا. فأنشأ يقول: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. إلى اللقاء.